طالب ديال السنة الأولى جامعية. بالنسبة لهذه المبادرة يعني لقيت الفرصة فاش نشارك، يعني بما أن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم، إذا فلا بد خصنا نشاركه. قطرة ديال الدم تقدر تنقذ بزاف ديال الأرواح، إذا هذا هو السبب ديال المشاركة ديالي، يعني سبب اجتماعي وإنساني يمكن لي نساعد الضحايا. كنتمنى مع هذه المبادرة تتكرر بزاف ديال المرات، وإن شاء الله مرة أخرى غادي نعاودو نشاركو لكم. هو في البداية تنشكر جميع الطلبة ديال كلية العلوم بأكادير، تنشكر أستاذي الشكر اللي ساهم من بعيد أو من قريب على النقطة ديال الدم اللي تعطات هنا في الكلية ديالو، والحمد لله كان إقبال فائق. وتنشكر الطلبة المنظمين لهذه الحملة باسم مركز الجهوي تحقن الدم بأكادير، وجميع الطلبة راه الحمد لله كاين إقبال فائق الحمد لله، ومازال العملية مستمرة. البارح درنا ما يزيد على 100 بوشيطة الحمد لله. حنا غاديين دابا نديرو البارح بحال اليوم ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للايفينمون اللي منظمين حنا اليوم هو طبعا لعب الدم. من هذا الايفينمون حنا باغيين نقربوا لي زيتيديون يعني الطلبه ديال كليه العلوم، يعني عوض انهم يمشيو مثلا للمركز كنقربوا لهم، حنا كيجيو حتى لهنا كيتبرعوا عندنا. والحمد لله ديما في كل مره كنديروا تبرع بالدم كنلاحظوا بلي كاين ديما الاقبال وديما كيجيو الناس، واخا زعما ما كيكونش بزاف ديال الوقت، ولكن هو مع ذلك كيكون ديما الاقبال هنايا في لافاك، وديما الناس زعما كيعطيو الدم ديالهم. ومن هاد المنبر كنبغي نشكر ديما المركز اللي كيجي ديما اشاك فوا كيجي باش انه يساهم معنا في هاد القافيه ديال التبرع. كنبغي نشكر حتى الاعضاء ديال نادي البيئه، نشكر الناس ديال لافاك حتى هما اللي كيعطيونا ليسباس وكيعطيونا كاع يعني الاسباس فين نخدموا هاد التبرع. وكنشكروا اكادير تي في حتى هي من خلال الانشطه اللي كنظمها النادي. راينا اننا ننظموا هاد الحمل ديال التبرع بالدم ايمانا منا باهميه العمل التطوعي، وكذلك ايمانا منا بالعمل الانساني. راينا ننظموا هاد الحمله لمساعده الاشخاص اللي هما في امس الحاجه لهذا الشيء. ومن هذا المنبر هذا كنشكروا الطاقم الاداري ديال كليه العلوم اللي وفروا لنا الارضيه على على علاش نخدموا، وعلى راسها السيد يحيى ايتشو عميد كليه العلوم. وكنشكروا كذلك الطلبه ديال كليه العلوم على التوافد ديالهم بكثره، والحمد لله مازال ان شاء الله غادي تنظموا حمله تبرع بالدم السنوات المقبله ان شاء الله. شكرا للجميع.